الهستامين ان انا الهستامين كله اتكسر عليا ومش عارف جاي لي منين، لكن الحساسيه جايه لي من حاجه بعينها انا بتحسس من دي، فلما استخدمها يجي لي حساسيه. لكن انا عندي عدم تحمل الهستامين، اي حاجه باكلها فيها هستامين بتعمل لي مشكله وما اعرفش هي ايه. وصلت؟ وما بتظهرش عليك في نفس الوقت، بتظهر عليك بمجرد ان الهستامين يعلى عن تركيز معين في الدم، فيبتدي جسمك يصور، فبيتجمع معاك الهستامين من الاكله دي ومن الاكله دي ومن الاكله دي ومن الاكله دي، وفجاه ايه؟ فجاه اكزيما صدفيه، عايش طول عمري في تحسس مش عارف المشكله جايه منين. طب في النظام الغذائي اللي انا اتكلمت عليه هل هستفاد في المشكله دي؟ ايوه طبعا، انت لما بتقطع كل السكريات وكل النشويات فانت بتقلل الغازات، فبتدي فرصه للامعاء ان يحصل لها هيلينج، تحصل لها التئام، فبتحل المشكله.